بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. بس النهارده هنتكلم على فيديو بيعيد عن الابحاث والتربيه والتعليم، ولكن في صميم التكنولوجيا. الفيديو ده هنتكلم فيه ازاي تركب فيديو على فيديو، بمعنى ان احنا بنشوف مقدمات فيديو احترافيه على اليوتيوب، بتلاقي صوره الشخص وفي الخلفيه موجود صوره متحركه او صوره بحر او صوره فضاء خارجي. ازاي الناس بتعمل الكلام ده؟ هو طبعا في برامج كتير جدا بتعمل الفيديوهات الاحترافية لمقدمات الفيديو، بس في ناس معاهم أجهزة إمكانياتها ضعيفة، لأن بعض البرامج بتحتاج رامات عالية جدا، بتبدأ من 8 جيجا بايت اوف رام لغاية 16 جيجا بايت اوف رام، وفي ناس الأجهزة بتاعتها بتبقى الرامات بتاعتها 4 او اقل. فاحنا بندور على برنامج بسيط او تقدر تستخدمه في عمل الفيديوهات الاحترافية، وفي برنامج اسمه الكامتازيا ستوديو. البرنامج ده برنامج رائع جدا، الفيديوهات اللي بترفعها على اليوتيوب بطريقة احترافية وبسيطة جدا وبخطوات سهلة. فده موضوعنا النهاردة ان شاء الله. هعرفك الاول ازاي تنزل البرنامج وتسطبه على الجهاز، وبعد ما تنزل البرنامج هتبدأ اعرفك ازاي تركب فيديو على فيديو تاني وتعمل مقدمة احترافية لقناتك على اليوتيوب، او مقدمة احترافية لأي درس تعليمي بتحب تعمله في المدرسة. الموضوع ده هيفيد كتير جدا من المدرسين، وهيفيد كتير جدا من الناس اللي عايزة تعمل قنوات على اليوتيوب. في عندك هنا ده برنامج انا عامله بلغة الفيجوال بيزك دوت نت، يعني بيسهل عليا كده اقدر ادخل للمواقع اللي انا بدخل لها باستمرار بمجرد الضغط لينك واحد. وان شاء الله برضو الناس اللي متابعانا على القناة بتاعتنا هعرض لهم كيفية عمل برامج كتير جدا في التكنولوجيا والتطوير، وحاجات تريحك في استخدامك مع الكمبيوتر. يعني مثلا حاجة زي دي، مثلا البرنامج ده ايقونات، مجرد ايقونات، بس كل ايقونة فيها لينك بيدخلك على اللينك اللي انت عايزه بدل ما تحطه في الفيفوريت او المفضلة. نيجي بقى لكلامنا او لموضوعنا مرة تانية. في عندنا موقع مهم قوي، الموقع ده يا جماعة ممتاز، مليء بالبرامج المجانية، وكتير البرامج بدل ما تدور على الانترنت وتلاقي بعض المواقع فيك او مواقع غير صحيحة بتشدك علشان تدخل على الموقع بس وتقعد تدور على البرنامج وما تلاقيهوش في الاخر. لا، ده من الموقع ده من المواقع الرائعة بصراحة، واللي انا بستخدمه في تحميل البرامج اللي انا بحتاجها. هنضغط عليه كليك كده، دخلنا الموقع اللي فيه البرامج. هنبحث عن الكامتازيا ستوديو، هتلاقي في عندك هنا، وبعد كده بقول له كليك تو داونلود. هنيجي بقى نشوف وظيفة البرنامج ده بنستخدمه ازاي في عمل الفيديوهات الاحترافية. طبعا طريقة تصطيب البرنامج طريقة سهلة وبسيطة جدا، مش عايز بس اضيع وقت الفيديو في تصطيب البرنامج. وان حد كتب في التعليقات ان انتم محتاجين التصطيب او طريقة تثبيت البرنامج هخصص لها فيديو تاني ان شاء الله. بس انا بعد ما نزلت البرنامج بيظهر له ايقونة على الديسكتوب بالشكل ده كده، وبرنامج مجاني لمدة معينة، بيقعد تقريبا شهر معاك، هنشغله مش مشكلة، وبعد كده نحاول نبقى نجيب الكراك بتاعه. طيب البرنامج هيبدأ يشتغل، ده الكامتازيا ستوديو، برنامج رائع جدا. يكون انت مجهز مثلا فيديوهين عندك اللي هتركبهم على بعض، ده فيديو خلفية متحركة وده فيديو لنمر كده، الخلفية بتاعته خلفية اللي هي اللون الاخضر ده اللي بيستخدموه في الخدع السينمائية. لما بيجوا يعملوا خدع سينمائية بيستخدموا خلفية الشخص او خلفية المحارب او خلفية الحيوان، بتبقى خلفية خضراء كده عشان يقدر يشيل الخلفية دي. طبعا انت لو استخدمت اي لون تاني مش مشكلة، بس يفضل اللي هو اللون ده. طيب البرنامج طبعا انا مشغله من زمان، فتقريبا الشهر قرب يخلص، فهقول له فينش كده وهنبدأ كبرنامج تجريبي. بعد كده اقول له امبورت استيراد، واجيب الفيديوهات اللي انا مجهزها على الديسكتوب عندي. في عندي مثلا هنا الفيديو بتاع النمر ده، وعندي كمان فيديو بتاع الخلفية المتحركة اللي هتبقى موجودة وراه، وهو اضغط على كنترول واحددهم كده مع بعض. وبعد كده اقول له اوبن. هضيف هنا تراك تاني عشان يبقى كل فيديو في تراك،
ده الفيديو اللي هيبقى فيه الخلفية اهوت، وده الفيديو اللي انا هشيل الخلفية بتاعته. في الفيديو التاني ده اهوت هقوم ضغط على احدده وضغط على مور، وبعدين اقول له فيجوال بروبرتس. هتنزل تحت شوية كده هنقول له ريموف كلر، شيل اللون. طبعا هنا اللون اللي هو الاخضر، لو انت الخلفية بتاعت الفيديو اي لون تاني بتحدد اللون بتاعك من هنا. وبعد كده هتحرك بالمقبض بتاع الترانسفيرنس دي الشفافية اهيت، لغاية ما توضح الصورة اللي وراها. نشغل كده. فالفيديو دلوقتي شالت الخلفية اللي ورا النمر وبان الخلفية اللي وراها. لو انت عايز بقى تظبط شوية كده، ده الفيديو اللي فوق ممكن نسحبه تحت شوية كده عشان كأن النمر موجود على الأرضية مش طاير في السماء كده، وتبدأ تشغل تاني فبين معاك كده. ده الفيديو بطريقة بسيطة جدا. يعني احنا ممكن مثلا صورة الشخص اللي هيتكلم هيبقى مكان مثلا النمر ده، والخلفية هتبقى الخلفية المتحركة اللي موجودة وراه. تمام. طيب بعد كده، بعد ما بتعمل الكلام ده كله وعايز تستخرج الفيديو بقى بتاعك او تخرجه، فبنيجي على كلمة بريديوس اند شير، هننتج بقى الفيديو بتاعنا. هتحدد انت الكواليتي بتاعته او الجودة، نختار مثلا ام بي 4 اللي هي الجودة العالية دي مثلا كده، واقول له نيكست. هتحدد المكان اللي هنحط فيه الفيديو وليكن مثلا الديسك توب، وهنقول له اوكي ونديله اسم هنا مثلا، وبعد كده اقول له فينيش. هيبدأ يخرج لك الفيديو عندك. تمام كده فينيش خلاص. نقفل البرنامج تاني. ده الفيديو بتاعنا اهوت. طبعا انت لو عملت كنت سحبت المقبض اكتر من كده فما كانش هيبان الخطوط اللي ورا النمر ديت، وتبقى واضحة قدامك بالشكل اللي قدامك ده. وبكده يبقى عملنا فيديو مقدمة احترافية سهلة بطريقة بسيطة جدا وبدون استخدام برامج كبيرة زي الادوب بريمير مثلا اللي بيحتاج رامات 8 او 16 جيجا. نبسط على الناس اللي عايزة تعمل فيديوهات احترافية بدون مجهود كبير، هم مش عايزين يتعمقوا، ما عايزين يشرحوا الدرس بتاعهم بأبسط الطرق وبأقل الإمكانيات وبأقل التكنولوجيا. وزي ما انتوا عارفين طبعا احنا بنحب ان احنا ننشر التكنولوجيا لكل الناس اللي محب التكنولوجيا، وده التخصص في صميم القناة بتاعتنا ان شاء الله. علشان كده اللي بيتابعونا هيعرفوا ان احنا هدفنا هو المعرفة، يعني او زكاة العلم التصدق به كاملا. واخر كلامي اقول لكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس، وإن عجبكم الفيديو اضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديوهات قادمة إن شاء الله.